والذي يكتسي أهمية بالغة باعتبارها مرحلة حاسمة ومسيرية في نمو وتطور الفرد وضمان المستقبل واعيه لفائدته ولفائدة المجتمع. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار مساهمة مصالح الأعمال في الحمل الوطني لتنمية الأخوة المبكرة، والتي انطلقت يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري وستستمر إلى غاية 4 نوفمبر 2019 بهدف الرفع من درجة الوعي لدى مختلف الأوساط والتحسيس والفاعلين المعنيين بأهمية هذا الموضوع وزيادة الاهتمام به وإبراز آثاره الإيجابية في بناء مستقبل مشرق لفائدة الأجيال الصاعدة بلادنا. وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أن صاحب الجائزة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أبى إلى أن يوجه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية التي احتضنتها مدينة السفيرات يومين 18 و19 سبتمبر الماضي، أبرز من خلالها أهمية الاستثمار في تنمية الرأسمال البشري بشكل عام وتنمية الطفولة المبكرة بشكل خاص، والذي تعتبر الطفولة المبكرة أحد محاوره الأساسية تشكل المنطلق الحقيقي والقاعدة الأساسية لبناء إمارة البلاد وأحد تحديات واقعية التي نراهن على كسبها من أجل فتح آفاق واعدة وتوفير فرص جديدة أمام الأجيال الصاعدة. والتغذية الجيدة وتوفير البيئة الملائمة للتعلم المبكر يمكنهم من تملك وسائل الآليات الضرورية لمواجهة تحديات الغد، ويمنحهم فرصة للنجاح في كل مراحل الحياة سواء في المدرسة في ميدان عملي، الشيء الذي يمكنه من تحقيق النجاح الاجتماعي والمساهمة في العالم في تنمية المجتمع وتطويره وبناء أسرة متشجعة بقيم التعايش والتفاهم والتسامح واحترام الغير وغيرها من الخيار. وفي هذا الإطار حققت بلادنا منذ عقود مجموعة من المنجزات في العديد من المجالات التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة، ولا سيما في المجال الصحي من خلال الأعمال على تعليم لقاح الأمراض التي تصيب الأطفال وتحسين تغطيتهم وتقليص معدل الوفيات من أمهات والأطفال. ورغم هذه المجهودات المبذولة فإن العجز لا يزال قائما، وهو ما أشرت إليه رسالة الملكية السادسة لكم وأتلو عليكم المتلف به. الانسجام بين الأولاد والتي تزيد من طوره في المجال الاقتصادي والاجتماعي المتعدد بمنتهى المطلوب. ويتجسد هذا العجز بالاساس في الموارد الكبيره الموجوده في بعض الاحيان من المناطق الحضاريه والقرويه، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الوفيات لدى الامهات على المستوى الوطني قبل الولاده، مع خلال الولاده 1000 يوم بعد الولاده، ثم في السنوات الى بلوغ 6 سنوات التي يكون الدماغ يعني فقط بلغ 60% من دماغه كإنسان بالغ. قدرة لإنسان الطفل هذه السنين الأولى كتكون عنده كتكون سبب حاسمة فيما بعد، سواء على مستوى قدراته الاقتصادية الاجتماعية والتخطية إلى ذلك. وفي ختام هذا اللقاء أنا كنشكر